عورت يا باشا، جبتهولك اهو زي ما وعدتك. طول عمري كلمتك واحدة يا باشا. مش هو عصام ولا اللي جوه؟ مين اللي جوه؟ أخوه. عايز أقعد معاه. خلص إجراءاته في النيابة وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده. هات بطاقتك. مش معاه؟ نعم. فين بطاقتك؟ معايا رخصة تنفع؟ هات. بطاقتك فين؟ في البيت. بتعمل ايه في البيت؟ يلا سيب بيت. اتفضل اتفضل. انا بجد مش قادر اصدق اللي بيحصل ده. يا حبيبتي قعدتك هنا ملهاش اي لازمه. ممكن تمشي علشان تنامي وترتاحي شويه واحنا نفضل قاعدين هنا؟ مش عارف منين غير لما اعرف بيعمل فيها كده. سيبها براحتها يعني. لو عايز تمشي امشي انت. يا عم انا مش بتكلم علشان، انا بتكلم علشانها هي، هي لازم ترتاح. حسن 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 قولي لي انت ما عملتش كده صح؟ اكيد مش هو ده، مش سؤال يتسأل. يلا ماشي ماشي. طيب هي لو فضلت سخنه لغايه بكره الصبح نوديها للدكتور. اتفضل. لازم اقفل دلوقتي. سلام. حازم بيه. انت حسن؟ ايوه يا فندم. اخر مره شفت المجني عليها امتى؟ امبارح بالليل رحت لها البيت واتخانقت معاها. قصدك ضربتها؟ بعد اذن معاليك، تقرير الطب الشرعي في اي اشاره للضرب؟ التقرير النهائي لسه، بس قدامي تقرير مبدئي. طيب موكلي معترف انه كان على علاقه بالمجني عليها وانها حامل منه. طيب يكمل بقى بقيه الاعتراف اللي هو كان رافض يتجوزها. انا اقنعت انه اتجوزها وفعلا كنا بنحضر للجواز الاسبوع اللي جاي. حضرتك هو راح ضربها بعد ما انت اقنعته انه يتجوزها؟ طيب من فضلك انا عايز نسخه من محضر التحقيق ونسخه من محضر الشرطه بواقعه القتل. تمام. كنت فين امبارح حسن من 5 مساء ل 10 مساء؟ كنت في البيت. عندك ما يثبت؟ ايه. المكان اللي ساكن فيه فيه كاميرات. اعتقد بعد تفريغها هيبان صدقه. ممكن ما يحتاجش الدوت لو البصمات اللي على السكينه مش بصمته. هو كده باذن الله. اكتب عندك. لو في ساعته وتاريخه. قررنا نحن حازم فاروق سلام، تحفظ على المدعو حسن مختار الجمال، لحين ورود تحرية المباحث، وتقرير معمل الجنائي. فين اخوها؟ معانا هنا. حضر لي تقرير تاني زي ده.